أقامت السفارة الهندية بدمشق حفل استقبال بمناسبة ذكرى ميلاد المهاتما غاندي، وذلك في فندق داماروز. كان غاندي رمزا للحب والسلام والخير والإنسانية طوال حياته، وقاد حرب استقلال الهند ضد الاستعمار البريطاني الجائر، فقدم مثالا رائعا للنضال والكفاء يحتذى به في تاريخنا المعاصر. إن إيمانه بقوة الصدق وقوة الخير وأسلوب اللاعنف ساعده في الوصول إلى أهداف نبيلة وسامية من الحرية والكرامة البشرية والاحترام بها، ليصبح روحا عظيمة سميت بالمهاتما. المهاتما غاندي يكفي أنه عندما سئل عن الفلسطينيين قال: للفلسطينيين الحق بأرضهم كما للإنجليز الحق بأرضهم، ولا يمكن أن تترك فلسطين هكذا، يجب أن تعود إلى أهلها، إلى الفلسطينيين. أعلن يوم المهاتما غاندي يوما عالميا تحتفل به دول العالم وليس فقط المؤسسات الثقافية لدول العالم. من الصعب أن يحيط حديث مختصر بميزات ما بشر وما قام به المهاتما غاندي في مجالات النشاط الإنساني المختلفة، والحق أن أبعاد ما بشر وما قام به المهاتما غاندي ما تزال موضوعا خصبا للدراسة والبحث في مختلف أنحاء العالم. من خلال تاريخه يمكن مشاهدة نضال حياته عندما كان في الهند أو في أفريقيا، وهو كان مهتما جدا بشؤون الإنسانية وضد الظلم والعنف. برغم مرور 150 سنة ولكن أفكاره ما زالت حية ويمكن دراستها الآن وفي المستقبل. إن تعاليم غاندي ليست مؤثرة فقط في الهند، ولكنها معروفة أيضا في جميع أنحاء العالم. أسس غاندي ما عرف في عالم السياسة بالمقاومة السلمية أو فلسفة اللاعنف، وهي مجموعة من المبادئ تقوم على أسس دينية وسياسية واقتصادية في آن واحد، ملخصها الشجاعة والحقيقة واللاعنف، وتهدف إلى إلحاق الهزيمة بالمحتل عن طريق الوعي الكامل والعميق بالخطر المحدق. Thank you.